مرحبا بكم. هذه قواعد الأربعة عشر يوم عند العودة من خارج البلاد. أولا، قوموا بإلغاء رحلاتكم إلى خارج البلاد أو قوموا بتأجيلها. ثانيا، إذا كنتم قد سافرتم إلى خارج البلد عند العودة، ابقوا في المنزل لمدة 14 يوما. ثالثا، من أجل حماية أفراد العائلة، قوموا بعزل نفسكم عنهم. رابعا، خلال مدة البقاء في المنزل لا تستقبلوا الضيوف أبدا. خامسا، لا تدخلوا إلى غرفة الشخص الذي تم عزله بدون ارتداء الكمامة الطبية. سادسا، قوموا بتهوية غرفكم باستمرار. سابعا، تجنبوا ملامسة الأشخاص وخصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ثامنا، قوموا بغسل يديكم باستمرار وعلى الأقل لمدة 20 ثانية في كل مرة وبشكل جيد. تاسعا، قوموا بتنظيف مقابض الأبواب، المقابض المعدنية والمغاسل والأمور المستخدمة بشكل يومي بالماء والمنظفات. عاشرا، لا تستخدموا المستلزمات الشخصية بشكل مشترك مثل المناشف. حادي عشر، قوموا بغسل ملابسكم باستخدام المنظفات الاعتيادية بدرجة حرارة تتراوح ما بين 60 و90 درجة مئوية. ثاني عشر، قوموا بشرب السوائل بشكل كثير. حافظوا على نظامكم الغذائي بشكل متوازن. يجب أن تكون ساعات نومكم واستيقاظكم منتظمة. ثالث عشر، إذا اضطررتم إلى الخروج من المنزل يجب عليكم ارتداء الكمامة الطبية. رابع عشر، في حال وجود ارتفاع لدرجة الحرارة أو السعال أو ضيق في التنفس يرجى ارتداء الكمامة الطبية والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية. خليك بالبيت، يوجد حياة في البيت.